متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير هنا من مهرجان سيدي ولي العهد للهجن الثالث هنا في مدينة الطائف. نرحب بكل المشاهدين، وبالتالي راح نشوف الأمور جميلة. هذا هو الميدان وذاك هو الميدان، وبالتالي نشاهد المكان هو المكان، والزمان يتجدد من هنا. من هنا التنافس والتحدي، راح نشوف شوط مثير، شوط 17، شوط من ينال الفوز، من يحقق الإنجاز. وبالتالي نشاهد هناك الدعم من حكومتنا الرشيدة، من القيادة الرشيدة، بدعم من سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وهناك سمو ولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عراب الرؤية، الدعم الكبير، الاستراتيجية الجميلة. وهناك من وضع النقاط على الحروف حينما تأتي لوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. أوه يا لها من أمور جميلة. وهناك دائما نشاهد من نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد السعودي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي، النظرة الجميلة والنظرة الثاقبة والتحرك ليلا ونهار. إذا انطلق الشوط 17، نشاهد هناك التقدم، عناد يا عناد، وهي عناد علاج، وبالتالي نشاهد الأمور جميلة. ليح بير بن سالم، وبالتالي نشاهد هناك أيضا، نشاهد هناك عاطف عطية القرشي، الذيبة والذيبة الذيبة، وهناك منافسة تأتي من أيضا علي بن سبيح بن علي البري. وبالتالي الهمة 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 حتى القمة في هذا الميدان الجميل، التحرك من الهمة فازالت في الصدارة. ويأتي هناك أيضا في المركز الثالث حمد بن حمد بن سعد النابت المري، السيح ضجة ضجة وعامل ضجة في الميدان. وبالتالي هناك أيضا منه لمسعود عبد الهادي الفهيد، السيح سلام سلام يا السيح. وبالتالي نشاهد هناك أيضا، نشاهد هناك أيضا في المقدمة ما زال الصراع، ما زال التحدي. هناك نشاهد حينما تتحدث الأمور التحدي. هناك مأتي في هذا الميدان الجميل، الميدان الذي من أجله أتى كل مشارك من أجل أن يحقق الإنجاز ويتشرف بالسلام على سيدي ولي العهد. 3 كيلو 3 كيلو، هنا تأتي والصراع، الهمة 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 حتى القمة. وبالتالي هذه الكلمات جميلة حينما أتت في هذا الميدان، ومن ميدان سباق الهجن الطائف، سلام سلام لأهل الطائف. شوف الآن في المقدمة تأتي هنا لهم عاطف بن عطية القرشي، وبالتالي أيضا الذيبة هنا مهمة، هنا تأتي مهمة لعلي سبيح علي المري، مهمة. يا سلام يا سلام يا سلام، واثق الخطوة يمشي ملكا، الله 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 الله, الله. من قدهم يمشون يتحركون في هذا الميدان. وهناك حينما تتكلم عن داخل الميدان تقول الأصائل موجودة، وخارج الميدان عزائم الرجال، وهناك من هناك من مضمرين الله يعطيهم العافية يتحركون. هناك أيضا مناوبات، تحركات، توجيهات، يستمعون يوجهون في هذا الميدان. اضرب تحية، اضرب سلام 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 لكل مشارك في هذه البطولة، في هذا في هذا المهرجان الجميل، مهرجان سيدي ولي العهد. ومن لا يشارك، الكل يريد أن يشارك في هذا المهرجان، مهرجان الأصايل، مهرجان الأطايب، وأنتم خلف الشاشات. إذا وصلنا 2 كيلو يا مضمر، 2 كيلو، اسمع كلامي، عليك بالتوجيهات. وبالتالي اضرب، هنا تأتي يا الله
الله عاطف بن عطية بن حسن القرشي الطايف، والسلام سلام يا أهل الطايف. الزيبة 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 بدأت تتحرك، بدأ يعطيها اضرب لا تضرب. وبالتالي يا ليت نشوف المركز الثالث، يا ليت يعطونا إياه. عطانا هذه الزيبة، هذه الزيبة 25 يقول لك لا 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 لا، ما راح أرضى بالمركز الثاني، أبغى الأول. هل علي صبيح بن علي المري مهمة مهمة يا ابن صبيح أمام، هناك أيضا هناك هناك هناك. الله 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 الله. أوه الثالث مسعود بن عبد الهادي فهيدة المري منه، يلا يا مسعود يلا يا فهيدة. ولكن هنا شوف 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 الآن الدخول من المناطق الخلفية لا تعطي مجال، حذاري. لكن نشاهد هناك مسعود منه، وهناك أيضا المتسابق حمد بن محمد بن سعد النابت المري الشيح. أوه وصل 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 وصل، ضجة عامل ضجة عامل ضجة، يتقدم المتر 1200 متر 1200 متر. الله الله على الدخول، الله على التغيير، حدث تسلل. راشد بن علي بن سالم الدعية أعمار، يا سلام عليك يا راشد يا سلام عليك يا راشد. أوه عاطف، أوه واثق الخطوة يا عاطف، واثق الخطوة يا عاطف يا بن عطية القرشي. الذيبة ابن الطايف، يا سلام 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 لأهل الطايف، اضرب تحية اضرب سلام، صور عبر السناب شات، حطها بالميدان الهجن، ارسلها للخارج، خلهم يشوفون التنظيم الدولي، خلهم يشوفون كل التحركات، عالمي خليجي سعودي بنكهة سعودية عربية خليجية مية مية من ميدان الهجن. الله 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 الله، يا سلام يا مضمر 500 متر يا مضمر. اضرب اضرب الزيبة 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 من لها يا الزيبة، الأمتار الأخيرة. خلينا نشوف، ولكن هناك راشد بن علي بن سالم من بيت الدعية أعبار. الزيبة لأهل الزيبة، من قدك يا راعي الزيبة، يا الطايف يا الزيبة، هم أهل الزيبة. الله أوه العصا في الأبطال، العصا يا ابن الزيبة في الأبطال، ثبت اضرب تحية يا ابن الأبطال. هذا هو الميدان وذاك الميدان، والموعد يتجدد يا ابن الزيبة. أنا قادم ما أرضى بالمركز الثاني، أعطوني الأول، الزيبة الأول، الزيبة أنت. عاطف يا عاطف، سلام سلام يا أهل الطايف، سلام سلام يا أهل الطايف. والله الله الله الله، المركز بدون ما يتحدث، حط تحية اضرب سلام لأهل الطايف في مهرجان سيد الثاني الثاني رقم 8. هناك يأتي راشد بن علي بن سالم والثالث رقم 40، وبالتالي راح نشوف الأمور هنا لبطحان بن مسعود بن فهيد المري سريع. وبالتالي مبروك للفائزين في المراكز الأولى، وحظا أوفر للي ما فازوا، لكن إن شاء الله ما في عندنا خسران، الكل فائز في مهرجان سيدي ولي العهد للهجر. والله مية على مية، شكرا لكل من وقف، شكرا لكل المتابعين أتوا بالمسافات البعيدة. راح نشوف الآن التوقيت للذيبة لعاطف بن عطية القرشي بزمن 7 دقائق و49 ثانية و37 جزء من الثانية. المركز الثاني لراشد بن علي بن سالم بن الدعية، وبالتالي 7 دقائق و51 ثانية و459 جزء من الثانية. المركز الثالث لبطحان بن مسعود بن فهيدة بزمن 7 دقائق و55 و518. المركز الرابع هناك عبيد بن مسعود بن سعد بن سلطان.